اهلا وسهلا فيكم بالمطبخ اللبناني. اليوم حنعمل نحن وياكم هندبي بدون حمايدة، لانه هلا الحمايدة ما طلعت. حنعملهم بالحامض، انا غسلتهم وقطعتهم بهذا الشكل، هلا حاسلقهم ليستووا نرجع نشوفهم. مثل ما شفتوا سلقناهم وهيك صاروا بهذا الشكل. انا هلا بهالوقت حطيت القلية على النار، حطيت زيت زيتون وفرمت بصلة وراس توم كبير لقليهم، وبرجع بحط الحامض فعملهم ونشوفكم كيف بتصير عدائية. هلا هحط القلية البصلة لتتقلى معنا والثوم مع بعضهم. بتركن ليدبلوا شوي، نرجع نسقط الهند. هلا بما انه ما في حمايضه، هلا حضفلن انا الحامض. الملح اكيد مثل ما بتحبوا. بتحط النقل شوي صغيره، برجع مسقي الهند. هلا بسقي الهند وخفف النار عليها لتتقلى تستوي على مهلها. كل شوي بقلب فيهم لتروح المي منهم. ما شفتوا صارت الهندي جاهزة مع الحامض، هلا حنسكبها بالصحن. ألف صحة وهنا، ما تنسونا باللايك والشير والسبسكرايب.